نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله حول ضعف اقبال المواطنين للتسجيل بمنظومه التامين الصحي الشامل وشدد المركز على نجاح منظومه التامين الصحي الشامل في تقديم خدمه صحيه متطوره وقائمه على نظم عالميه لافتا الى انه تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمه طبيه وعلاجيه حتى الان للمنتفعين بالمنظومه بمحافظات بورسعيد والاسماعيليه والاقصر وجنوب سيناء بجوده عاليه.